في 100 غمر مازلعانس ومازلعان الصوفي. المازلعان النهارده شهد مجزره، 9 وفيات في حادث مازلعان الصوفي في 100 غمر. وصل العدد الى 9 وفيات. زي ما انتم شايفين المشهد مؤسف، 9 وفيات. طبعا ده مازلقان، لو كانت لميس موجوده كانت قالت له مش قد الشيله ما تشيلش يا سيسي، لو كان عمرو اديب موجود كان قال تمن الواحد ما جابش تمن موبايل يا فاجر يا كافر يا سيسي، لكن مش موجودين، لا لميس موجوده ولا عمرو اديب موجودين. يعني في الوقت ده مصر كانت خدت قرض ب 2 مليار دولار للنقل بس، مصر تقترض ملياري دولار لقطاع النقل. اتفرج في الوقت ده في نفس الوقت. لكن ايه اللي يهمنا هنعمل ايه بال 2 مليار دولار دول؟ انا هقول لك هنعمل ايه عشان بس ايه ما توجعش نفسك انت بتاع النسيج انت، انا بسطتك لك خالص. احنا اهم حاجه تظبيط الشغل، اهم من الشغل نفسه. تتظبط الشغل اهم من الشغل. احنا ناخد ال 2 مليار مش عشان ان الناس ما تموتش قدام المزلقانات، ده عادي كل يوم بيموت ناس. 9 يا فاجر، 9 يا كافر، 9 بيوت خربت.